في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهنا عبر بالقيام ولا يعني أنه إذا دعا يقوم، لا، وهو قائم، لأنه عبر بأحد أركان الصلاة لأهمية هذا الركن وهو القيام، كما أفاد ذلك ابن حجر رحمه الله. ولا يلزم من ذلك أن يقوم، فالأمر في ذلك واسع. دعا الله وهو جالس، دعا الله وهو قائم،